بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمانتا وسبتا سلاله طوانك بشر فكروني لوكم يا طوانك لوكم يكون طوانك كما قيلنا وكأعلن لحية طوانك بشر الأول كما فرغ صدن يلو هجرنا طريق الهجرة وعن سوني احتفال النبي عليه الصلاة والسلام مناصرته آدم وين تدرش النبي عليه الصلاة والسلام وعن لا يتصرف الغياشة سؤال وعليك أو مصر كسر الوضع نعم فرن يغلب فأحسن إن شاء الله أحمد واحد كومنا ضغطا دور ضيوه أما دور ضرب فعنقود لنا دور نمر إن شاء الله تعالى آيات القرآن الكريم كاملة كذب لو حمك حجيد وما إن شاء الله تعالى دروسك في محاضرتك علم الله كان رؤيا نفس الجريدة وشيخ قصدي مركز من كفى ليصد وما إن شاء الله تعالى سوى خلاف أنت محاضرين الصعبة وحن تقدر نصرادة وما تتعزأ من الله أحد وجهك وحاجة إلى وكالتين إن شاء الله تعالى وفاة لصدنا من الصواد المعطي إلى وقضة ومهيما يتعينا أصابه محمدا وقتي أنا لربا هيها أمر الله أصبيها ومدى كبالة الآن وقت السينو أن أدعي إلى دفع إسلامك جارهان وضعي الصوالي وكلمي ونواطيه ونعكتك تنصر أعبار في عبار في يطلعتين بأن عبارة كبده واختبع مطلق الليل عن إن شاء الله تعالى أريد علي الإمام له فرسين أحبادا ورقسا قلبك لبارة الله الآن ما تحدد مصر وإحنا نتبع المدد المساعدين وأن الوقت وذلك استعرضها لسؤال إلى جزء الوطر أيضنا وقضى مهيمة ونورد إن شاء الله تعالى سوى خلوحة سيدة ونحن لدى دعاهم في الوطة إلى أيضا على محيطة الوقت الظهر وقضى لي هذا فحن قصة وقتمي دون أهدي ألي إلهدو استاجة صلى الله عليه الصلاة والسلام عن قصة وقتمي دون حفلت روحي سعاد وتأتي سعاد الله جعل إلهدو هذا أعرض أنا عن قبل الله أعيدها القرآن الكريم سبحانه يا رهي يا معلم محمد شعب الله على الدري والله أفرد دون أعيد القرآن فليتفضل مشكورا مع الحرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إلهي كل ما أكرم فضيلتك
إلهي وكهرب إلى تفضيل كاسي وحو البلو قلهي هذه مثلا يعني أن كهل الله سماواتك هذا أنك أن نشعر إليه يتضمن الإله إلهي وكهل فضيلين الإله فوحا أفض لبان سماء يعني أبص الرئيسة سوف أفض لبانتها وحوي لأنها مستقر مقررين من ملائكة وماشي يعني أن كسويه هو إله اللونوي وهو ملائكة سكملة بذلك السماوات سكرسك إلى عرشك إلى أي أولو إن السماوات كأفض لبانتها وحيالها على مضى وحا كملة هذا نبيت كان بيت معمول كليلة والنبي عليه الصلاة والسلام هذاك الذي يرمي يعني واركي ومرك واركي جديد وشيء هذا البيت المعمور كان وابوري العامري ومرأي ثلاثنا هذا يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا آخر ما عليه ويريد واحد بيت كاس ما لو البسوق له يتضوات كل عمر البسوق له ورسول الله ما هي مرك إيمان شاء ملائكة سيئ إيمان هيا إيمان شاء إيمان هيا كي يقدم بيهوه ما أقول بمركو إيمانه دي موسى الله مالك فضلات الكل أهل أيام معلوة بإيمان بس إن شاء مرك واحد قرر بيسا إذا مدى إلهي يقول لئيه وملائكة هاي إلي هي واحد حسر لهاي وأتي إلهي آيه كلها وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي إذا مدي سمعه إلا إلهي معنا marka waa bayd u xisaaban baydka kan hadda kaabada ah sida anaga wada u xisaabay oo qalo dhanka sabab loo xisaabay midka kala fadiiladeena waxa ka mid ah nabi ibraahim meesha uu kula kulmay maxay yahay ilaahay abdiyadiisa nabi maxamed ku horeeyay nabiga ugu fadhiyay bablaa nabi ibraahim hadda kor xadiis sax ah waxa ku soo aroray mar nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa khayral bariya mahluuqa midkii u khayr badnaayo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri daaka ibraahim kaas waa nabi ibraahim kaas waa nabi ibraahim haya marka tawaadu baa nabigu uga jeeday asagaa biyaha u qayb badan laakiin waxa weeye waxa uu yiri nabi maxamed ka soo hala oo dhan oo ilaahay ambiyadiisa midka ugu fadli badan waa nabi ibraahim markii israaxa uu ka hadlayay nabigu sabab saaracada markii uu tagay waa tuu yiri faidaa ana bi ibraahim wahuwa mustaridun ila albayti almacmuur مساعده وحن دمشا قلقه وعرفتي من نبي إبراهيم نبي إبراهيم لما خاوه وسكتي من هيا بيت كابيت ومعمول كالإله أيو سنة أبود علينا مركا صلوات كهدين لأيه وحا ورفض ببضل بالإله مدى أموسى رنسا أرضا لفتي جيل حتى أبوسوا من هيا أيضا الإله يوكا لفضلين ومدى أوفض ببضل مدى أنه أبوسوا من هيا مدى إله يوكا خليف كأسيا بدل خط غرها يلي معصولا ومرك إلهي ملائكة وقلها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلهي مرك ملائكة وقيري أدوه روحك كوحا يليها يلمد أن يبث لياء وغالق أوامك تيدفولية مرك مثك خليفك يا آدم والعظيم آدم مرك إلهي ومسيد قلعك ومسوا قاري وأتم ملائكة أيضا فضلي صلى الله عليه وسلم وإنتحاري ووحوا بالنوع دلوية ومرك أي جنوة إلى الله لا علم لنا إلا مع ربك إلا واحد ما تبع مكرا الله منها مرك نبي آدم لي أفشى إلهي نبي آدم كوي يا آدم أنبئهم بأسمائه آدم وحيارها وصوبا بك الله الله وحا كوك القديم سكبع عايو ربا ومخلوقات ومرك أي جنوة أفشى بعد مرك نبي آدم أفشى إلهي مرك أبا تكوي موانا أول إلي قرآن وحي من القديم بان تقوبك مرك هو إلي آدم أتدعى فيها من يسد فيها وليس كنت معها وكأيها من كوية مرة الله لك إلا بسوسي أحد كامرك فضيلة دي سؤال الموقتين ملائكة وحالة فرائل أسوي جودة نبي آدم نبي قصة الله شرفي ماشي من رسول دجية أو لكيني ويهي مرك أوقوع المدرعي وإلهي أنبيه لي سي عودية لي سي وإلا أنبيه لي نبي محمد فرق بضل أرسك الأوحي أردنا هذه الأيام وحمد فرق بضل أردنا تهدر الله محسوس والله jannooyinka haddii la eego naftigooda waa la kala fadhiyaa oo sideedba yacni janno oo darajaadka jannada midiiba ay waxyaalo badan ay koobaysoo ka mid ah ayagana waa la kala fadhiyaa midda ugu fadliga badan waxaa laga dhigay jannada lagu magacaabo jannatul firdaws xadiis marka tirmidi uu warinayo bukhaarina uu wariyo lafdigiisana tirmidi uu leeyahay ayaa wuxuu ahaa xadiidka
سمعت ذلك ترميدي بأولينا هذه مخالفة أيام مرك واحد يبكي على قولي صحابي قد يجي هذا العبادة صحابي يا سيدي هو مخشى النبو عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين الصلاة والأرض والفي الدوس على هذا درج منها تفجر أنهار جنة أربع ومن فوقها يقول العرض فإذا سألتم الله فسألوه في الدوس حديث هو النبي عليه الصلاة والسلام جنة الله كسر المؤيد بقول الدرج وحياة الله كسر بقول مرتبة ودرت ليلة إيديها يا وكرا سرية ضبع ليلة إيديها يا وحر مطورها يا سنة إيديها على مطور الوكرا سنة سنة وكرا سرية مرحبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبدا نجا كسا أو جنة الدرجات كي لكنا وحر مطورها يا كلفقي انت غير كي يموك الله حيسوك وعلى بقولك هذه الله يكساس يكرا سرية النبي عليه الصلاة والسلام يقول وين في الدوس على هذا جمال في الدوس اللي جاها وعمد القصة الرئيسية بطلقة جمال في الدوس الأمة أي القصة الرئيسية ومن فوقها يقول الله أيضا العرش الإلهي أخذ عرش الإلهي إلا دوش يكوى أبي ما جمال القصة الرئيسية لو مركا بني قل لي فإذا سألتم الله فاسألوا الملفي فاسألوا الملفي الدوس هذا إله محمد إنسان إنسان وإله سؤال إنسان واحد لا لا تصعب صعب جلالة في الدوسين إلى هذا إله من السيوان وقال جنوه يكون لك أقصى ما يسوي كو جنوه يكون لك سلاة صعب وقال الله أيها الله درجات كاس جمالة يا مقول كاهل من وضع يتاوح آد أمر أكسر وطلارا وحديث تلميذ أبي سعيد الخدي المكوني أيها وحا رسولنا النبو عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. نبغى نقول إن وها كسر البوي جنة بقول درجة بقول كذا درجة مخلوقة إلى هاي الأمور هذا كل ود مثل اللي يسوي معنا هاي الكفر على وجنة واحد يدير لي هذا الدنيا لكن واحد اللي وابلا له هذا قفور باي جنة كذي لما نقول هاي وها سو منازل وحاسو بريا وحاسو قصورة وحاسو وحل أشياء كثيرة عنه أي جمال بديه أو كويه أو كويه مرك جمال أصل جمال في الدوس اللي قاله وأمد النبو عليه الصلاة والسلام حديث كذا وكويري إن الله غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه إلهي لا جعلتي سكوتا معك أنا أحاول إله لا جعلتي سكوتا معك أحاول أجينا إلهي لا عناية قارة يا قصد قارة يا اهتمام قارة ومسكي نسية واختارها لخيرة من الخلق إلهي هو مضغطي مخلوق يسدوه يسو إلهي الله ما كان هذا قد يعمل جيسو سوى الجاسي وهذه بريد يسا إلهي فاق ولا نفسية ولا جاسين هذا هو أفضل إلهي وأكبره مع عليه الصلاة والسلام ما كان يعني إلهي هو إبليس سوى قلوها على خلافة بريد أو تفضيله يعني وكل عيبين الملائكة ملائكة هذه اللي نفسه ينوى على خلافة ملائكة هو مخلوقة إلهي ومي وإلهي قرآن كمرك مكور ما يومها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي وحا وفري ما خلافة إلهي وحا إلهي وفري سيد جدك يبصر إلهي هاي ما هي شيء إلسا أمرك إلهي يمسي يقول أكبر ما هي هذا رد أحسن ما هي على جمال بواحد سوى إلسا إلى يسيب لك أن أوصل إلى هذا الوجه إلى أمرك إلى يفعل هذا ملائكة المعاصي ووصل إلى سوق هذا الوجه وإلى الله إن الذين من قشة مشتبه لك ملائكة وقوم رمائي إلى أحسن إلسا جنات إلى ربك يا روحا الجنات إلى في وروك الخط البدري وحرفض لبضان بأليه على صدح ملائك ونحن مدعوين في صدقه وقصوه عليه وأمرك اللي يهدي جبريل هي مرك اللي يهدي ميكائيل إسرافيل سبع راس الله فضل وحديث مسلم وريع عائشة وكوني أيام يبقى مرحب قد عيسى جيسير هلك هي مرحب كاجرة إلا لا معنى يقول عيسى ما حكرنا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صوبك يا أبو عيسى إلهي جبريل ربي سئها إلهي ميكائيل ربي سئها إلهي إسرائيل ربي سئها قد إلهي مقبول ظلم ربي يا أهلي محمد صلى الله عليه وسلم يوكري ففضيلته رسلك على محمد صلى الله عليه وسلم يعقل النبي عليه الصلاة والسلام نصه على رفتي وصمع إلهي قفوا صلاة الصبح على ولد أقوى رسول صلى الله عليه وسلم وتكالو سيدي النبي يدي جلها ولنا عملك كامركا ووصول إلى نبي كدو عليه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أجرني من النار. أين نفسي لو نصوح على ذلك؟ صلاح كان نفسي سنة الله ولما أحد نشاء المضي إلى هذا توصل إلى ذلك معي أنت ملايك على الشيء ونرجع حتى المدى إلى هذا وفقك إلى المحمد في سنة يوم إلى ذلك بالدادة وكذا صدح رأس أمرك أوفا بقرار أيام أمرك هدير الله صدح الروح عليك وحي ولاك واحد مرة قصة عصر الله شغل الله إذا رشع سعمان الله الخصي يعمل قطع من معلو يعمل مثلا هدير الدين وروش يجير وفض البنية أصدوا وعمالك وحي يعبي روك إلى القرآن كعير وقلها الله يستفي من الملائكة رسولا ومن الناس إلهي الملائكة وتقدر لها هي هو الصادر المقدر لها هي أنبياء الرسول وحي الجاسية تذكر إلهي المقدر في رسول مركة جبريل أعوام أولي هي أصدوا مركة يعني وملقاس وحي يعني كيرا وحي من مركة محاصرة هي حياة القلوب ولد واحد وحي يعني وحى كل ولا لا قلبك أيها كل ولا لا وضدك نفسه أيها وحي كل ولا لا سوى كان ملكا كي جديد ليه وحى كان هذا يعني ملكا ليه وأبنية دي أنا لقد ما أرمي كي هذه مدر لو أما مدر عادي هنو أما مركو قلو وبرك هسكو بدر وصير هذا ودمانها نشو من أو كرأي أبنية دي مرشي إلا بتاك مدر وقال عالم هذه وكبو بيها ولا وعي بيه جيل ما هي بيها كانت ممكن أكيرينا وبيها قفك إمانها ولا أكتير وضمار كوب إيريا بيها لا بيها لما كده بيها هو أكما أقولها مرة مدر كاس أيوة بسيطة أو روب كده أو عالم قدم بكو ده أما برا فانا ولا أو حتى لا فانا ولا مرق الشكالة كلا أسيرو هذا بيها لما حمسوها هذا بيه ماي حياته حيواني والنبات waxaa matala yaan ku sugan labaadka ayaa ku noolaanaya noolihii baa ku noolaanaya wax alla lagu noolaan ku jiro ama hanu waa waxyaalaha ka noolaha loo yaqaan ama waxyaalaha labaadka ilaahay wuxuu xayaatay leeyihiin ilaa kan marka waxa weeye biyaha ay ahaa biyuhu way ku korayaan way dhaala way beeraarayaan way dhiyo waya way talalahayaan noloshaas oo dhan waa soo wada shaqo ku leh Israfil malaga leeyahay asaga hawsha loo galay وهو للي حديث الأرض ويكتب إلهي أجبيل إنتو سلسلين إن كنتو سلقون بل هو شادي أبو أهو مرقا واحد رئيسا مرقا هو قصبا لسا مرقا إسرافيل ليه ده ذاتي هذا ومرقا نفسه لقد قال هاي هدير المسوع لنا هاي مرقا شغل كله حتى مرقا مرقا رسولنا ورين هاي أصيلا كل واضح هاي ورين هاي نفو والبي جسد كاي يكون نقو أكسر بنفسي إلي الله هاي هاو شاسو انتا مخلوقا قدما عن هو أهل السمعين صور كوارا سنيني سنين نبو حديث وخطي بابي صور كي مسلاه وفقيا صحو صحو مشغال ما الله هو عجيب أسأل كل ليلة هاو سخيرا هاو أعوذ دي يقول نوي مخلوق غيري أنا سنيني بل هاو تاسع قاد سنة أيام مساوي يوضع ومركا وقوارا يوضع أيام رحوه فضيرا لمركا يعني وكم مطيبوي أتنا نورها كيف أنعم وصاحب القرن قد ادخل القرن يعني ينتظر المتاعي عمر خير سليم عمر راح يصنعها مرقي يعني جيسك بوك وثي وصاحب توقع وبوك يعفق وهاي وهو يأتي إلى هند أنه أنقص لنا هاي قنبرة دي بابي وهاي ووح الله وحن ولا نقوى إياها وقياسات وانت أنا نجل رسالي كل دردية مالك يا عمك على سيرك نواعي أبكي سمعت يا سوا بحر مخلوق قرن لي تيجي يا رأيك اللي ما هي أنا وايس كهاري هذا النور هذا بكو يا رب على أرض من السماء
هذه عدا ربي يا هاي أنو أوليك رجال الله أبو بكر بأوليك رجال الله النبي عليه الصلاة والسلام صحابي أبو بكر اللي قالوا أصحاب رسول خليك أوفر قبل أبوها هذا ربوها النبي عليه الصلاة والسلام نيكو أمج عليها أمك اللي تبنيها مرضى لك على سيئة لأنه يقول لك هل أنتم تاركون اللي صاحبكم والآن يا صاحبك يا مؤمن الإيدين بين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي كبر ما يقول لي قفض الله ما لم أعرف به قفض الله أبو بكر كحنا يعني أصحاب في أرض من سرير الدنيا صوبت على أبو بكر واحد إسلام جوبي يسري لكن يقول لي يقول لي يمكن يقول لي إسلام يعني يا أبو بكر أبو شجع هذا هو واحد ولد الدين تاعي من الأول نفسي سووه مالك سووه أهلك سووه ما هو الموضوع أحد مركب وقوها خير كان آدي آب أبوك يا بيه وأنا قشير هذا كوسي أحاديث أبوان صحابي عمر أبو بيه واحد مرم بعد السكود دايب لكنا واحد خير أبو بكر تنبي بعد أبو بكر أسيح أيام يا بيه ما لا أروح ما لك أبو بيه 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 جهاد يوحبا الله سعودي حرق كيما هنتيلي بموتك على الله بيه اللي عدي جهاد لألا يوحى الله بيه 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 أنا مركب وقوها يا إيه بعد تسوك على بيه بأمرك يا بيه مالك يا بيه أبو بكر مركب واحد يجيبي يقول ما أنت واحد يجيبي أبو بكر ما أعرف هذا كذا يا رجل ما أنت كذا يا رجل ترى مركب يقول هذا أنا هذا هذي دي هو بركة ما سأل ما هذا هذا مشاي في مكي لي أبو بكر يقول لي واحد أو هو 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 كيا صاحب تصور مركب سأل عليه الصلاة والسلام لي ما أبقيت لأهل كمدي ما هذاك على أمر سير أبقيت لهم وعلى رسوله إلهي رسول إسماء الله غيره وما بكى رسول الله ما إنت أسكت بعد ما أنت عن صغير بي فلا أنا مرضى ما أبو بكى على فتح لك ربي خير صلى الله عليه وسلم مركى لنك أسأل لك هذا القاسم مقا يولا يا لنك أصحابك أبو إلا أبو تعلابها حتى أن عيد وليك أدقى لها أيوه أبو بكى وليك أدقى لها بعض الوقت من لك أبو ولكن صاحبكم خليل الله لكن صاحبك هو إلهي وليه سوى نفسي سنة موجات ربنا أمرك خليل لماذا أمرك بحا خليل وهو مقعا وحا خليل وهو مقعا لتخلون مودة الله في قلوبهم أما في قلوبهم إلهي جعل كيسي أيا وهو دحق على قلب بيقولي إبراهيم الله أكتر إبراهيم الله أكتر أنكو أمانه سئو صار أنبياء لك أو أمانه أيا الله سيحة داف إبراهيم أمانه سيدو وين يسأل هذا ما هو فلا تقول إن إبراهيم الله حليم أواه مني وأمكم قال وأمك اسمه إنه بلا إله إلا سقوط مطعية وأمك الله رشاد الله إلى ما ليس إدام ته إلى هك سوى الله الله يوفقه مرجع إلى ما ليس يتمون إله نبي محمد الله كرم إسا أفسد إله إلى شيء كرم إسا محمد الله إله وأنا بيجي لحديث صحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة الشيء ده تروسي من روح الله سلام عليك وحنا ما أنكو فرحة وقلبي يبغو كده ومقصود كي أنكو جاره وواحد إذا وين بدنا يسجين واحد إذا سلام أنكو ده كده نبي عليه الصلاة والسلام الحديث من محمد ولي نيجي صحابي يا هاي نبي هو اللي قال يا ابن عطية بن كعب صحابي يا سمر بن شعيب يا هيك حتى ما أنت نبي هو اللي نبي هو اللي يقول لي سورتي سي ما نصوص يا غالي وحنا يا أنا نقول تأريك على بعض أنا نقول يأريك لما أنا أسرع وأنا ما شاء الله بدي أخير كوره في ذل وحنا ما نقول ما في يوم إلا نقول تمشي في ما نقول كذا بعوض اللي يقول يهون في سنة ساس وكيف سنة بعوض تأريك بعض إيدي أرجع سنتي فما أزال أسمعه يقول رسول الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمده حتى أمر فأرجع أو تغلبني عني فأقول وهو يتكون لك ما هي النبي يضع المغرى في وهو خير من ما هي المغرى في الشهر مشارك في كل هذا شيء سوى تكريه قولي لي مقصود وكا سبحان الله يا رب سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وكا سوى الله تسبيح لا إله إلا الله إلى أن تكرم أن تكرم قولي أنا وضعي هم تنتبه أكثر أن تكسر أنا أنا وهذا مشارك في الشهر يوسف تكرمه أنا لا أعرف ما هو حسب دي على إنه هو هذا أصلاً في هذا كل شيء مركز الموضوع
كان أبوك ضرعي سعادة يدعو شيء يا إدراع صوفة يتوب الله ما يسعب يا أمور قال طوك علي كان حاكينا هل هو حوالي ذكري يا سواح أفل وحب جعلنا يوقروه فحنا لا ساكواني قلبي يسرح عبد المستقبل محبته هذيك المرة وتهجروا لقومي سعي برانا يا عائشة مكي يا عمالكتي حسنا سوصا من يسرح الله تبقى الله وقت ما تبقى الله تعالى فضلات المضاد وأذكر آتيين
أنتم خيرها هو خير الله وأكرمها على الله عند الله إلهي فسنده هو كرم الله فما رأى مبني سأفر ببارك مبني سهل طبيعة بحي القيادة وحي القيادة طبيعة مليون معناها الله يخبر معي موصير واتيه كل مردها لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الله مركي يعني وكما دعاوي مثل أن نجد داعي النووي داعي سميك النووي إلهي أنبياء خصوصا مثل أبو كرامة الله إلهي وكما دعاوي كنا أكرم الله أنا وروح أنا مطلي وما لها قوة أبو كرامة الله مركي وحن وكما دعاوي عليه الصلاة والسلام كرامة الله مدي سيفيره ويكبر قطاع انت قرار هذا المنطل وحالا يسير واحد دين أهل الإنسان مركي دين على إسلام كل أبو مجرد هذا هو أقول الإسلام الكريم سبحانه وتعالى كل مليان يلح بطل المليان ما أقولش الإسلام كله ما رئيس الجميع والبيت هي رئيسه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا كان مكان اليوم ومدى أسمعك فضل يدو أدوية لو كم مضاء وحي الله يتقو قصر إحصاري آخر لو كم مضاء حتى ربك جلال قال هذا حديث يتريد وقتي يعني يقولها ونبو عليه الصلاة والسلام أهل جنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمة نبو عليه الصلاة والسلام نبقى أهل جنة قلعية وحي نقونا هيا بطل إيا وراتل صف يقولها سيديت الصف ومدى على كيف عليه أفضل صف ومدى يقول الرسول يقول لك كيف waxaa jira sakoon oo midan tahay inay keenay umadii koor iyo dambaadii la soo geeyay oo aad iyo aad ilaa ilaahay oo fiis sabab laado diinta soo saaray u faafay ambiyaada kale waxay ahaayeen midyaan oo waxa waxa loo diray turki sagari ay ahay tabiin ka waxa laakiin ugu baahan ee caas qaba oo loo diray soo saaro wala geysano maanta qaar ka dadka muslimiinta ay isaga jirin ama wadan ay isaga jirin wali wadanada xoog wadada kala fiican bay u joogaa laba مرك تفضيل كاس إلى أي وحول بوجري نرى وضع تفضيل كمرك ولا جري مرك عندي جوانبك لو تفضيل كمرك وجري هاي أيام كنا قادنا عوض بعيا ولا بس عفسنا مثلا عندي مرك جوانب كاس كان بوده ها قفت ورمسي بمهري الآن حولها إذا كتير لو أرجع لها روح ولا معذور ما هاي لكن هذا بوده ها مرك عندو مثلا روح على طرف قدره وكريه أم كذا بنفسي ودي على طرف قدره أم زينة بنفسي ودي على طرف قدره أم كذا بنفسي سبعين روي جهادي بيرو ما كعرف من بارو من قرعة من مقعة فتيلا وحديث مكير مركي أسوأ من مكتب بحيث سلام فيه مري والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني خرجت من ولولا أني أخرجت منكم أخرجت منك ما خرجت وغير ملك إلهي إذا هو خير الله ملك إلهي يدو أجعلي هاي بار إما إذا كان سعر ما هاتنا أو كهربا مقالوا لك مقالا وكذا إذا أفضل إلى لماذا مركا عم كبدا يا إزمير تفضيل كواحد يكون متابع عدوي في القدوة والأخرى عاية معايا لم حقي أنا مسك الحالة ما قوي أنا عوضي بعض التعب سلاة الفرشة أمك مساجد اللي بس على خلاف الدين بس يتكلم عن مجال ربك في على مساجد موقف في البلد سلام اللي كنت معه يا رب قوم وصلاة وكرم بيقف في البلد مساجد كان عندي منه صوت واحد وأول بيت قرآن في الله المكيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببك بوري ذلك يعني لو دي جيب مثل بوري مجال الله ما كان مثل في على ربك سلام الله وحا مكة الله خلاف الدين أزمير بنفسي مثلا هذا في صوت كاي ما مع حديث الله كله عظيم نقول لي سر يعني حديث وريا بدو أفضل أيامكم يوم النحر ما لي أنا مثل أفضل كبار وما لي تعيد يوم النحر يا رجال وما لي أبو شيء تاني يوم الحج الأكبر سر رأيك أنا بدو لي شيء أو مفصل عليه برا في الله القرآن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هذا عماش حكي بدو كل بعض عاش حرب لي بارون عايو ذنب لي بارون عايو غني لي جبل سبحان الله بارون عايو طواف كبر وفي فاضل بارون عايو إيدي بارون عايو تكلم هيا وفي يدي بارون صغير هيا
سنايون هذا قومك ولا وطبعه هذي مثلا يعني هذي ما صار كاسو ما يلا طبعا ليه بتقولي وهذي كبرك السؤال إن نزل لو في ليه بتقولي وما أنا كم على ليه بتقولي ليه بتقولي خير من ألف شهر كم برد يستلم ربع إلهي مو شيء سدات اللي لو صار يلا ما حال ما تفضل قاسي مو طلعتي لعل هذا أيه بزيه نقطع الله نزور القرآن كله سلوك اليوم عاشورا فضي بينها مش محرم بينها نبي مقالة الذين نفهم على حديث البخاري بن ابي وديع يهود صوم المقبره محمد صوم فيه هذا يوم نجى الله فيه بني اسرائيل ومن المصيب وياه وارى فيه فرعون وهذا الا ان النبي المصيب بغدادي امر يوم اسرائيل ويوسف على سيره وكانها فرعون وهديه فاتي نبي مقال نحن اولى بموسى فسلمه رسول الله وامر الناس بالسياره نبي مقال صوم دخل وامر ان يصوم بعد الدين دخلت عليه فرع سبيره سوف نتحدث يعني ما عليك إلى هذا الجمعة هذا الجمعة في سنة جمعة الآن أسبوع أو أفضل بها فضلها كان دينا يا رب أيضا أفضل بها إيه أنك عيد النواء إيه سنة الجمعة للسوء إيه مزاني كبير سيوه كده لماذا؟ ما هي فضل الله كبير قيام الساعة والأولين علم هاي إنت كلا فضل الله سبحانه الله ليس نبي أهل وحديث مسلم ووريو أبو وريو وكوري أيام النبي عليه الصلاة والسلام ليه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة نقول لي ما نبرها إلا تبارك الله كبرها وما نبرها الجمعة هو ما نبرها سأيا آدم وأوي ما نبرها سأيا آدم بلد اللي ما نبرها سأيا آدم ولا سوصا ما نبرها سوصا روح فضيلة الله وقال لي سوصا لكم بلدكم أهين مركب السوس هاي ماشي انت او يكون الهي ويريد لي جعله في الارض خليفة جمال الله ومحرم صوت لها يوقوك المدراء عم يرمح الله ورتمه ايا روامي وادبير هاي بل ما هي نسر روايات يا روح يقول لها هيا ومثل حديث كاسة كورنا هيا وفيه وحي لي يا روح اسرع لك هكامل هيا وفيه تيل عليه وفيه مبيضة وفيه تيل عليه وفيه مبيضة مارن تاسع الروبي هو صوص صبي، كل كمان تاسع لك، مارن تاسع على طول الله، مارن تاسع سوبي أدب جيني، ثم على هذا أساس هو ينيره، صوف هو ينيره هاي، لا عدو ينيره هذا مصاب سرا أو مفضل هاي، فهذا اللي هذا اللي محطيه هذا الموضوع، كنا نقول كمرة تكين هذا اللي محمد أدب اللي محمد نشيل وكذا، ثم على هذا الله على هو ينيره هاي، إلا قيام ساعة يوم واحد أي واحد هذا كي ما هيو. واحد هذا الجمعة تعليمنا والله ما ضرنا واحد إيه ووينين نبي أدم ووينين هيو نبي أدم واحد ضرنا ليه ما ضرنا حتى نبي أدم خمد معها شنط من عزيز يعني هذا صوت الله كيلا يوفي ولا تعهدنا إلى أدم من ضرنا فرسي ولم نجيب له عزيز صوت خمد معها شنط من عزيز يعني صوت حتى معناها ما هو دليل كيسة صوت هذا إنه الله شيء غير يروي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك في الانت ده تعاون وما ما شغالين معايا النبي فضل بيس زياده بيس بقى وحي كده تخفيف وما بيس انا ما اخو دايو او ان سيدي جمعيه وكلام الله ورا ما يلا ما انت اعمال قال على راسه دي بيكون ما والله نقول هذا اللي هو قال ده ما عارف كل هذا كده قال لي كده ونور دي يوم لولا ان اخاف على امتي لامرتهم بالسواد الا كل سلام وما ادري انا ما بقى يوم اعطيه وحن فرق على سلام ممكن تكون هي نبي محمد مكة هذه اللي هو أصل مالتي أول شيء موي أصل عبد الله الحليم احتمال وحديث في مسلم أبو بكر أبو كوري هو نبي قال له ويدي ومالك سنين تسوي جرا له ويدي حصل كذا نبي له ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه ما أنت سوى ما أنا بعيد غيري وحن سوى بوصلة ما ما أنت أنا شيء وما أنت اللي صوص على أول يوم يمسو بدي واسمع أوكي لين حمد الله تعليم هذا أسأل الله بالعليم حتى بالعليم وأكو وأنا جاء الله أنا مسو قال قالي بلا تقول لا يوم ما يسأل الله بلا سأل في ورا الله ما هو نعيك على وصل شيء بل ورا هو بشيء هذا من الجزء مالي تبي روح يا رب الله يبارك صورة عليه إلا العسل إلهي
Thank you.
كما تقول كما قالت